السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال الأيام القادمة بحول الله. نهار اليوم سادت أجواء غير مستقرة في العديد من مناطق المملكة، شملت مدينة جدة، مدينة مكة المكرمة، منطقة أجزاء من منطقة المدينة المنورة، وامتدادا نحو منطقة القصيم وحائل والحدود الشمالية وأجزاء من منطقة حفر الباطن. كما ذكرنا، هي حالة من عدم الاستقرار الجوي عملت على هطول زخات رعدية من الأمطار على مدينة جدة خلال ساعات الصباح واستمرت خلال ساعات النهار. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة هي أجواء غير مستقرة في العديد من المناطق وزخات رعدية من الأمطار متوقعة وبرودة لافتة في الأجواء في المنطقة الشمالية. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات كبيرة من الغيوم في العديد من مناطق المملكة، تركزت في منطقة جدة، منطقة مكة المكرمة، أجزاء من المدينة المنورة، امتدادا نحو حائل والقصيم والحدود الشمالية، وأجزاء من حفر الباطن، وأجزاء أيضا من منطقات الجوف وتبوك. هي عبارة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي عملت على هطول زخات رعدية من الأمطار في العديد من المناطق، كما ذكرنا مدينة جدة كانت ضمن هذه النطاقات المتعددة. تفاصيل أكثر حول الأمطار المتوقعة خلال الأيام القادمة في المملكة نستعرضها في هذه الخرائط لتوزيع الأمطار من يوم السبت وحتى يوم الثلاثاء، حيث نلاحظ استمرار لحالة من عدم الاستقرار الجوي والتأثير في العديد من مناطق المملكة. هي منطقة مدينة جدة المنطقة تحت تأثير هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي وتعطل زخات رعدية من الأمطار خلال ساعات صباح يوم الأحد بإذن الله. أيضا زخات الأمطار الرعدية متوقعة في منطقة مكة المكرمة، أيضا منطقة المدينة المنورة وحائل والقصيم، وامتدادا نحو الحدود الشمالية وحفر الباطن خلال الأيام القادمة بشكل يومي. أيضا المنطقة الجنوبية الغربية تبقى تحت تأثير الغيوم الركامية الرعدية بشكل يومي خلال ساعات الظهيرة والعصر، بينما باقي المناطق تبقى تحت تأثير أجواء مستقرة بشكل عام. نذهب الآن لخرائط توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم السبت حتى يوم الثلاثاء، حيث يلاحظ برودة ملحوظة في الأجواء في المنطقة الشمالية بسبب كتلة هوائية باردة نسبيا تؤثر في تلك المنطقة القادمة من منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ومنطقة بلاد الشام. تقابل هذا الانخفاض أجواء دافئة إلى حارة نسبيا في المناطق الجنوبية من المملكة بسبب سيطرة كتلة هوائية دافئة وحارة نسبيا في تلك المنطقة. ما بين هاتين الكتلتين هي حالة عدم الاستقرار الجوي التي ذكرناها خلال هذه النشرة. هذا الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس غالبا صافي مع 18 درجة مئوية فقط. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الأحد غبار خفيف بسبب النشاط للرياح الجنوبية مع 31 درجة مئوية، أما الصغرى 18 درجة مئوية. يوم الاثنين تستقر درجات الحرارة حول 31 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية، أما يوم الثلاثاء 32 إلى 19 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.